بسم الله يا ربنا، اجعلنا من خير من وحدك وعظم شأنك يا كريم يا عظيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أغلب الناس كلك هيهون القرآن ولا عليك سوى القرآن، أو كلها بعظم قذف والله أعلم، يغفر له ربي ولم يغفر له. وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. موسى اللي يجي أمر من اللي هو واحد هو يتولى أمرنا، هنيئا له ونعينه على ذلك حتى ينجو وننجو معه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اليوم أي نزاع يدخل فيه أهل البغي والعدوان، يهود ونصارى أهل الخسارة، سواء كان بين الكرب فيما بينهم ولا بين الكرب والعجم وانت ماشي، كلهم راجعين إلى الحكماء الكذابون، وهم من بني صهيون وكنائس الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا ما عادش تحدثنا. من فضلك بدل الصحن قالوا قرآن، أنا القرآن ولا سنة الرسول، أنا رسولي تقول عليه أنت، تو ترى أيضا جرمك وقاحتك، مش تكلف لك هموم في الدنيا وآلام أثناء مرورك بقبور وحفر من النيران، وبعد يوم القيامة ترى العجب اللي ما كان لك على بال، كنت تكذبه بالجملة والتفصيل. نسأل الله السلامة.